مرحبا بكم مشاهدينا. بطبيعة الحال كلنا متبعين مؤخرا حفلات الأعراس والزفاف اللي ولاو كيقوموا بها العديد من الفنانات والفنانين المغاربة، وللبعض كيعتبرها أنها باهظة الثمن والبعض الآخر كيعتبرها أنها حرية شخصية. يلاه معايا نسولو الشارع المغربي اش كيقول في هذا الموضوع. بالنسبة لي أنا كرأي شخصي راه ما مزيانش داكشي، وخص يكون بنادم في قمة التواضع ديالو. لا ما نديرش حرس كبير، أنا نتزوج نخطب بقرق العراقي صافي ندخل الدار كذا عرس لهو فهمشي فرح مع العائله بوحدها. غنحاول نقنع عندي واحد مره بعدا شديت انا ما نقولش لك بغا تقول شي العرس. هذوك الخشين اللي كيديروا عراسات في جزر المالديف وداك الشيء هذوك كيبغيو يثيروا الانتباه باش زعما راه حنا درنا تثيروا الانتباه ديال الراي العام صافي هذا الشيء اللي كاين. اما تمكن شي فائده من داك الشيء ما عجبنيش حيت كتشوف بنادم كيخسر فلوس في حاجه ديال الحاجه اللي والو كان اي واحد نحقو داك الشيء فلوس ومدبر الروس. ولا سهل علي الله شنو ندير كدبش عليك. واخا نقول لك طلع بشي جوج المليار ثلاثة أربعة جوج ثلاثة ما بين جوج وأربعة إلى هذيك بنادم يتبرع فيها ولا كان عنده الفلوس علاش لا ما يخسرش على راسه، ولكن ما تكونش شي حاجة زيادة عن اللزوم يخسر وداك الشيء قليل. الفلوس اللي غادي يحطهم في العرس ويدير داك الشيء بزاف ثاني يستغلهم في حاجة أخرى اللي تنفعه، بحال إلا هو كان عنده الفلوس بحال دابا الفنانين اللي عندهم الفلوس هادوك صاحبه في الميدان ما غاديش يتخلص من عنده ولا شي حاجه بحال هكا غادي يجيبو ما غاديش يتخلص هذوك الفلوس اللي غادي كان غادي يعطيهم لواحد اخر يستغلهم يديهم للجمعيات ولا يعطيهم شي واحد اللي غادي يستافد منهم. بالنسبه لي انا ما غندير شي حاجه بزاف، والفلوس اللي غادي ياخذوا تاخذيهم شي باش دير بهم العرس شوفي مورام دير بهم شي حاجه اخرى مزيان. انا شنو ندير بهم؟ ناخذ بهم شي ابارتمون شي حاجه بحال هكا اللي نستافد منها. هو الفنان ضروري خصو يدير شي حاجه باش يبان ورا يعني بشي واحد بسيط يعني غيدير عرس صافي حتى شي واحد ما شاف. هو فنان ومشهور ضروري خصو يدير شي حاجه باش يبان كل شيء وغيبان للعالم. الا كانوا عندي فلوس ضروري غندير انا عرس كبير وضروري، حيت بالنسبه لك كانوا عندك فلوس ديما تكون عندك عائله كبيره صحاب بزاف ضروري غتبغي دير شي حاجه كبيره وغتبغي تبان بها. كنتي فقير غتمشي على قد جيبك غدير عرس تعيط على لافامي ديالك جيرانكم هادي صافي وغتسالي يعني ما علاش شي تمشي على حساب الميزانيه ديالك. انت كنتي لاباس عليك تروشي عاد مليون في الشهر ولا جوج مليون، اما الفنانه واش راك معاها باينه هذوك تدوال البسيط. انا حتى هو تمشي عند العرس حتى هو تدير قاعه تعيط على العائله ديالو سميتو صحابو هادي، اما الفنانه باين دارو تعيط على الصحافه هذا وكيجيو غير هادوك ولا مابقاش عندك انفيتاسيون اول ما غتدخلش. داكشي كيبقى حريه شخصيه على حسب الواحد واش عنده الفلوس باش غيديرهم ولا لا. هما اللي كان عندهم فلوس باغيين يفرحوا براسهم ما يمكن حتى اشكال بالنسبه لي انايا يعني. داكشي على حسب الواحد وكيفاش غيدير العرس ديالو باش عاوتاني غيكون تبذير عاوتاني تكون شويه، حيت كنراعي ذوك الفئه اللي ما عندهمش وهادي غير هو يكون عرس في المتناول يقدر الناس تفرحي براسك ولكن بلا عاوتاني ديك الشهره داكشي اللي يزيد على اللزوم بلاش. نورمالمون داكشي على حسب المدخول ديالو فهمتي، هو عنده الفلوس بزاف فهمتي وقاد على راسه وقاد على داك العرس وداكشي كيبقى ديالو فهمتي. هو من واحد منحى اخر كيبغي يبان على بنادم زعما راه عندي فلوس وهادي فهمتي، وبنادم حقاش كيتفرج في داكشي ما كيعجبوش الحال اللي ما عندوش. وكاين بنادم عاوتاني اللي كيقول فلوس وحياته هذيك الشخصيه فهمتي يدير عرس يديرو في طياره يديرو في ما بغى فهمتي هانيه، كان داكشي كيبقى ديالو. الا كنت خدام مثلا عندي فلوس ودار ندير عرس فهمتي ضروري تفرح الدريه اللي انت معاها فهمتي كتبغي تفرحها، ما كانش عندك فلوس وتفهم الوضعيه اللي انت فيها راه غادي تمشي معاك داكشي اللي سهل الله وصافي. كل واحد حر يعني انه كل واحد يدير اللي بغى، مثلا انت عندها هي الفلوس يمكن لا دير اللي بغات ما عنديش مشكل، انا بالنسبه لي حريه شخصيه كتبقى ديالها. بنادم فلوس وهذيك يقدر يدير بها اي حاجه حيت حر، هو باغي يبين انه راه دار واحد العرس لديك الزوجه ديالو شكون فهمتي بعينه كبيره زعما. ندير عرس كبير لكانت عندي واحد المقدور ديال الفلوس ولا واحد المجهود نديرو على الراس والعين ماشي مشكل، اما ما عنديش غندير انا عرس عادي صغير كيف كيديروا كاع الناس الشعبيين وغنمشي نتكمش بحال هكا.